بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات عن الكاميرا والاداء بتاعها. كنت زمان بعمل مقارنات ما بين الكاميرات، لكن انا دايما بحب لو تليفون الحاجه الاساسيه اللي بتكون موجوده فيه او المميزه فيه الكاميرا، فبحب ان انا دايما اجربها بشكل منفصل عن فيديو المراجعه، بحيث ان هي بتديني تجربه حقيقيه. النهارده هجرب الكاميرا الاماميه والخلفيه لتليفون اونر 8X. اونر 8X، ايوه هو ده. شفتوا بقى احمد مدحت منورني في الفيديو دوت، بس انا هضطر ان انا اسيبه لان انا محتاج ان انا اقوم اجرب التليفون مع الحركه. التجربه بتاعت الكاميرا بيكون فيها اكتر من حاجه بحب ان انا اجربها. اول حاجه، لو حد من محبي الفلوجز بيشتري تليفون وامكانياته في الحدود بتاعه التليفون اللي انا بستخدمه، اول حاجه يهمه ان هو هيصور فلوجز، ممكن يصورها بالليل او الصبح في اي وقت مهما كانت الاضاءه. مثلا انا دلوقتي في دبي في شارع سياحي كده، والاضواء المختلفه احمر في اخضر في برتقاني في حاجات غريبه كده، فانا مثلا لو ماشي بصور نفسي وبحاول ان انا اتكلم على المكان اللي انا فيه، فده تصوير فلوج، فدي تجربه حقيقيه انت ممكن تشوفها لو كان دي من اهتماماتك. النقطة الثانية، الميكروفون وجودته، الثبات بتاع الصورة في الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية، دي كلها أمور كنت حابب إن أنا أنقلها للناس اللي هي بتحب الفيديوهات اللي زي دي. فهنا الكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.0 وتصوير الفيديو فيها لحد دقة 1080p. خلونا ننتقل للكاميرا الخلفية علشان نتعرف على مواصفاتها. من نفس المكان وبنفس الزوايا تقريبا ونفس الإضاءة، عشان تشوفوا بس الإضاءة المتحركة الألوان الغريبة دي. الكاميرا الخلفية في كاميرتين، الكاميرا الرئيسية 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8 والكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل علشان خاصية العزل. نفس الكلام، المايك برضو هنشوف جودة الصوت بتاعته بالإضافة للاهتزاز في الفيديو أثناء ما أنا ماشي. شوية حاجات كده. أنا بدأت الفيديو تحديدا بالليل علشان أشوف الأداء بتاع التصوير بالليل أخباره عامل إيه، وبعد كده يعني في ضوء النهار أو ضوء أقوى ممكن من نفس المكان هنا أصور فيديو تاني علشان نشوف الأداء بتاع الكاميرا في ضوء أقوى من كده. النص الاولاني من الفيديو انا كنت صورته في دبي، وكنت حابب ان انا اصور في الشمس او في الضوء برضو هناك، ولكن يمكن لاني انشغلت فاجلت ده لما انزل مصر. فدي تجربة هتلاقوها مختلفة طبعا في المكان والزمان عن التجربة اللي بدأت بيها الفيديو في التصوير بالليل. طبعا في المكان المفضل بالنسبة لنا مدينة الرحاب الجميلة، ولان التصوير في مصر شوية بيكون مزعج، اما انت بتمسك تليفون وتبدأ ان انت تصور نفسك الامر ده بيكون مزعج للناس. خلونا نبعد عن كل ده، المهم ان احنا بنصور فيديو بالكاميرا الامامية دلوقتي علشان نشوف الجودة بتاعتها اثناء الحركة، وفي نفس الوقت نسمع الصوت بتاع المايك اخباره ايه، وتعالوا ننتقل للكاميرا الخلفية. نفس الكلام في الكاميرا الخلفية، بيهمني في الاختبار بتاع التصوير ده الناس اللي بتحب تعمل فلوجز مثلا، بتحب انها تصور فيديوهات في حياتها الطبيعية، تشوف الجودة بتاعت الصوت والجودة بتاعت التصوير في الإضاءات مختلفة، تشوف التصوير أثناء الحركة، تسمع المايك وفي نفس الوقت تشوف أداء التصوير في الصور الثابتة والفيديو. وقبل ما نروح للصور الثابتة خلينا نعمل زوم على أقصى درجة علشان برضو ناخد فكرة عن أداء التليفون في الزوم، وبعد كده نرجع وتعالوا بقى نتفرج على شوية صور تم التقاطها بالتليفون.